شاه إيران مركوي من خميني وقلاب سميي الدنيا ذا عالم العربي وح بدن بس كبتلي وحيس كبتلي وح نقضي خميني ولا أنا شريعة الإسلام كان حكومية ومركا كريتيس من أوسو شيء ذي سعودي وح نشر شريعة الإسلام كان حكومة مركا كريتيس من أوسو شيء ذي سعودي إن أنا شريعة ذا حكومين أو دبرني في مرايك رئيس كيها ومرايك كان كوشقي وعين كاسو ساسو ساسو وحاسو كلام مركا تي واحد نقطة إسكعابين مركا إلا سوي إسكعابين تي واحد نقطة إن يساركان محمد عبد الوهاب هو رأي إنتان خميني بو إيمانين دادك قاربا كود عايدين شري إنو نين محان كراه داي هنفر لورين شري وطبباري ومحان كراه مخابرات كإنجريز كها كون يتضوب وقالي سمتين وطبباري وحن كدادعي ويهي عميل وقل لحابوري مسلمين تا أيا دادك قاربا واركا الله أعلم لكن مركز دبو إسكا عادين إن أي وهاب يدي يمرايكن كي إسلاف القلين وايو حال دوني إلا بدباديو سليد خليجك oo laga badbaadiyo maxay Khomeini laga badbaadiyo Khomeini oo yiri markaa waxaan doonayaa shariicada Islaamka inaan ku dabaqo si ka wanaagsan si Saudiya ay kan ugu dabaqay hada Saudiya iyo Shaahi Iran oo Khomeini ka horeeyay saaxiib bay ahaayeen Saudiya Khaliijka iyo Shaahi Iran saaxiib bay ahaayeen oo hada Shiici baan u ahaa laakiin demo oran shariicad baan ku xukumay wax galaan keenay Khomeini markuu shariicad wax baan ku xukumay wal warninkan waa la naga qabta markaa deed dagaal baa la galay dagaalka waxa engineer gareeyay waxaan ku raaday Mareykanka سيايد أمريكانكا يمحان كورا هذاي يسعود عربي وحانا الله باللابي إن عالم الإسلامي لقاقارو طوضر نوع عاصا مركا وحالا بألفي إنتا سو كتابه يرير ووهاب يدا وقرقرح بضره كلر له عصبه مركا عمبوح لغو شريقيريو عمبددك اللقابانا يو لغو بحاليني ولغو كهانتيو مركا شباب فربدنا دونك كبحي بيل بالسيني رابطة العالم الإسلامي يدنا العقب بحنيسي دار الإفتاء ميل إلى هذا وإفتاح سعودي إلى العقب بحني تدك أقوب بدني كفائد يستوحى هاين أفغانستان إذا إيه صومال إذا إيه يمن تدك مساكين تاه أنا أحبها يس صدق هذا دلنا كل شيء وفقراء أولمس يجا أيام مركا مصاريف أنت عرور تلقى هذا حق على الجيو سكول ذو كم عدو ذو حكوس وبرتان أيام ديدنا متقن العق جوكته لسيني أولورني فيدي منهج كوهابي oo looga jeedo marka dambe walaa inay helaan dad raacsan iyaga oo ma taqaana maxaan kula u heeliya oo uga heeliya masaaibka iban dooniya haday dowlad intibaadiyo eeraan tan iyo xataa qowaan muslimiinka laftooda iyo waxa soo dhanba weeyay marka qowaan muslimiinkuna iyaguna jamaal bay ka soo baxsadeen khaliijkay joogan khaliijka ha joogaane way istaad raacinayaan wahaabiyadii oo wax isku daad raacinayaan dewaanin dhaqt waanin doktor waanin professor professoradii masar joogay qof muslimiin ka u dhari suuudiga khaliij ka yimaadeen markay yimaadeen waxay kaliftay inay wahaabiyada la saaxiibaano ay say u arkayaan u arkaano ay iskala noolaadaan iyaga oo aanay iyagoo arkay inay hada qaldan yihiin hadana inaan qaldkooda aanay muujin iyaguna dormant state iska aamusan ayay markaa galeen وهابيدي بمركا حوق في ذي مركا حوق في ذي ذي إلا نيجيريا إلا بوكو حرام إلا ميلور بي إلا أفغانستان ميلور بوي كان يين لدق على ما يسا مركا ذيته كو وحال لدق على ما يأون دلك مسلمين ذا يمن ولا بابي لين لا يراه ذو محان كره ذاي إن أي تبرين يوم سقرمس الواذعي سقرمس لورنشري كاسا مقبل الواذعي نكاسا منطقة أنا لقوا طب بريس عيد عربي والله كياني وحلقوا ساني قريه لقوا شيء حوتين تيو أو يجوا عن شيء عرس بيعهين لكن إسكا إن يعني كفق وهابي الدنيا حقا أو عن شيء عنا هين أقول له يلا بدي أي لقوا شيء ولا إني ما كاك قبط ماش يعني عدك السوق قريه تدنا تقال كي هالكا كدا عي إيه كدا عي محاوك لو هابي الدي مقبل الوادع هو جابني يحوتين تو كإلا ما أنت صعدة وطيب إنكوا بابي النجا وحين وصل درين اتحادك اتحادكو وحو ها توتالي وحكي يميد بحان قرية سعودة عربية ايو مخابرات كامركا مريكنكا ولوغو بابين ايو كو قولو مركا اخوان المسلمين وشقين ايو ان لغا مصحام ايش ايو ايو ان محان قرية لان يرادا سوماليه لقيا دقالك افغانستان waa dagaalka afghanistan markaa uu bilaabmay khumeyni markaas uu isaguna bilaabmay soo garmeysid markaa dhalinyarada in la helo oo dhalinyarada markaa dagaalka halka la geeyo dagaalka waxaa billion isku kharash gareeyay mareykanka iyo saudiga dhinka soo taga mushaarkiisa lacagtiisa wax isla siinay dhalinyaro jaamacada ay u duro mareykan iyo meel joogay ayaa dagaalka afghanistan iyagu dhex ku jiray la arkay markaa iyagu waaba qiraal maba tafsirsana maanta mareykanki waxa aynu sheegayno oo dhan inay isticmaaleen qiraal bay ku yihiin waxaad ka heli kartaa oo maalin dhaweeyta soo dhigay amaantada laban soo dhigay facebook soo dhigay waxaad ka heli kartaa iyadoo hadlayso gabadhii Clinton ay wasiir khariijiga maxaa ku raay mareykanka
كلينتون حاسكيسي واتي أوباما وهاي محاكو راي سكرتيري أريباد بدوه. The people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these Mujahideen, and that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. Yadi ba hadlaysa innaga aburrabe leedi qaacidii ISIS iyo waxaan u dhanba ya innagu markaynu aburrayna innagu bay dagaal inagu qaadeen iyagii baynu kala dagaalamayna nimankaynu kala dagaalamayna waa nimankii inagu aynu aburray markii ya rex talerson li leeyahay isagu Obama u ahaa maxaan ku raay Trump u ahaa ya mar wasiirka daaxiliga qaaf secretary of in maxaan ku raay foreign affairs ka qabilsa isagu uu ka hadlaya the center has a number of elements to attack extremism around the world. One of the elements that we are visiting with them about, and they have already taken steps, the Saudis, is to publish new textbooks that go into the schools that are in the mosque around the world. These textbooks are to replace textbooks that are out there today that do advocate extreme Wahhabism viewpoints around the justification for violence. We've asked that they not just publish the new textbooks, we've asked that they retrieve the existing textbooks so we get those back. Wuxuu leeyahay Saudiga waanu la hadalay waxaan ku leeyahay baahashan wahaabiyadda ay ka joojiyay caalamka Islaam iyo dalkiina kutubta aad ka qorteen wahaabiyadda Saudi Arabia lagu akhriyo iyo kuwa aad dalalka adduunka geyseen ka soo ururiyay idinku oo kuwa lid ku ah kuwa daabaca oo fidiya oo xaqaageeya de fikradii iyagii bay ka hortimid ma inta caalamka Islaam iyo dhan burburisay ayay iyagiina markii dambe dow talaabo ninkii doona uma taqaana markaa ka samaysanay marka dunidiiba khalkhal ayay dibahashi gelisay dabkii iyagu abuur waana qiraal kiisii ayayda ku jira oo hadlaya waxa hadlaya kongreskii mareykanka oo markaa maxaan ku raahday dabagal arrinta ku sameeyay oo ragga aan ku sheegay intuu yeeray su'aal weydiinaya oo su'aalihiisa aan ku sheegay dhamaantood kaga jawaabaya mar hadii mareykanka isoo ka dowriyo suudiga سعودي سعودي دامر بالسي امريكي ولا فريا ولا سوغيا ان فلو امريكي ولبا امركم ماها حسب قاري نوتو لبدا حسب با غبدا كلين تو ديمقراطي بوقت تلر سن كان كو شيغان وا ريببليكان يا امر دوله سعودي مركو بهالكي ترميش تغي ولا سعودي اوامرت لا سي سعودي كمد هاي نن كان ليرادو مخان كراي مكمش هايستي ولي العادقي وو قاضي تلابو oo dowladada badan oo dee ku waan caynkaas oo xiray way jiraan arintii uu ka soo horjeeda marka garan mayno ilaa xadka ay socon doonto laakiin waxaan halkan message uga diraya dhalinyaradii 40 sanood aan ku qeylinaynay aanu lahayn war waxaan Mareykan iyo Saudi ba wada wahaabiyada war dalka ka daaya war fasahadinina war dadka hagaalaysiinina ee keentay itixaad ee keentay ictisaam ee keentay shabaab imika dagaalamaya ya ee adduunka kana boko haram iyo ISIS iyo maxaan ku raaday daaliban iyo balaayo keentay ya waxaan ka daayaa dalka marka maanta inay gartaan iyagii oo toobad keenaan waa dhalinyaro badidoodu waa dhalinyaro maskaxda laga xaday rag waaweyn baa dambi galay rag waaweynaha toobad keenaan oo haydaan qalad baan sameeynay ilaahay dirti waan ka soo noqon 40 sano ku qeylinay waxaan bilaabay 1980 baan bilaabay ilaa maanka maanta waan qeylinay dibad hadaan joogay gudaha joogay Saudi Arabia 20 sano ku noola waan dhalinyarada Saudiga waan doodi jiray sidaan aan u wada hadli jiray culimadoodu waan doodi jiray sidaan aan u sheegay maan u sheegi jiray war waxaan Mareykan baa idin war waxaan u qalday war waxaan ka baxaa war waxaan naga daayay Afghanistan ruushadu haysta de Suuriya 100 meelood oo kale uu ka taliyay isaga iska tagay dhulka ka qaadi baa ka daayay ma jiraan cid markaa imika markii arimaha soo baxeen Mareykan ka hadlay iyo Saudiga talaabooyin ka qaaday oo awl fikrada kugu diidaa imika qaatay aanba inta dib u doodeen maya takabur baa ku jira takabur kuna diinta islaamka meel la kuma jiro ya khayrul khadaa'in at-tawaab kulli ibn aadam khadaa wa hadiis nabiga kaleey salaatu wasalaam qof kasto bin aadamigu uu qaldami kara uu qaldama wa khayrul khadaa'in kuwa qaldamay inta de aan qaldamin waa okay laakiin kuwa qaldamay khayrul khadaa'in at-tawaabun kuwa ugu khayr badan waa kuwa kasoo noqda marka maanta waxa looga fadhiyaa culimada waaweyn ee itixaadka keentay
اعتصامك كينتي إيه وهاب يدك كينتي إنه توبت كنا يا هو ده صنوع الله وبتقان ضد كان أي جالسين يا يعني. يمرن كان مع مدليس كا ومدة كوهيا كده يا يعني. وضد كسيدي وحلوبر لها دين تدلو فاسيلة ورسالة وين بين أطالة ما أنت أدون كورد المسلم كوب مرتوعي إسلام كقيمه ليه يعني هدي والله قالد وقال هيد ما أنت ما أوجي بدي دود ما أوجي هدي وقال العين والله نان مر كريستن كهذا كل قدوة بسم الله لكن واي عدي وشيء قال هاي أفنجريس وذاك ما يقانو أفرنسيس ما يقانو أفروش ما يقانو أفو يقانو بمشرو إيه رأى عربي وهل كنا عامد وكسب برتولا برد 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 يدك كتوكيره وما أنتورن تدك كواهيس أيو أدون يلا عقي وحكيه ليه وزوبن أنت عندك رزق مستر رزق يا كتابك إلهي طبعاً يدين تلاه كذا جاني وحلو بهاي دليلهم متعلمينا وساينس كبرتا ودين تبرتا دليلهم متعلمينا ونقالها برتا ودين تبرتا دليلهم متعلمينا سو قرمسي وانجنيير كبرتا ودين ثنا برتا ومرك بحانا يدك كلا وطقان دين تلاه هاي يدك أشيء كرا وكرنا دعين كرا ولا صوت مسلم له وهاي وحمانة حتى أنت قالوا ما أنت هسه ما جرتوا أرينا أي نجس الرئيس والمسلم كلا قاضني أي مدي وين إذا عالم الإسلام يصوم برتني كلي وهابيها كمترين أما محام راي منهج كقادري أي بحال كقادري عقيدة ظاهرة كوبنة أحمد بن حنبل وقاتل قادري مترين يا ابن سينا كم إذا وحارن نختار وين سكر من أشعري وها وهابي مو هين أشعري ذو ضد كان العقل قاعد يستعمله وهابي ذو حي كله إذا عقل هو عقلاني نكاس دو كله عقلاني قال باطل وكذا عقلان وما هي وأنا عقل كفكرة دين تروح يقول هذا عقل بقول آيات بقرآن ككثيرة أو كل عقلك 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 لقوم يعقلون لقوم يتفكرون لقوم وحاصرون أو عقلك أمانة يوم كيف يقول إن عقلاني إنك أسوأ عقلانة هذا هو حشيته ما ها دين ما هو وقال وكان ما وقال مركا وحلو بهي هي إن محان كل هذا تعال قبحه ومركا لقاته محان كل هذا تاء شيء إنه إن دين تير لوصل نقطة كتاب كيله لوصل نقطة ومدى إسلام كله ومدى عالم كله ويلسوه يعني وحلا برتو.